ظاهرة خطيرة قاعدة وتزيد في تونس اللي هي الاعتداء على وسائل النقل، حافلات متروات، واللي يهدد هذايا طبعا سلامة المواطنين. حسب رأيك، هل إنه الفوضى هذه يقف وراها شكون؟ هي فوضى منظمة؟ هي مش هي تكونت عنصرية من الدولة. هو موش يضرب في العباد يا فاسطران، هو يحب يكسر ابنك الدولة. علاش ما يضربش البوليس ويكسر كنبة الحاكم؟ يحب يكسر ابنك الدولة، خاطر هي الدولة ما خذت له حقه، ماهيش عادية في حقه. تسمحني، هو بنك عالم يجي مد للعباد مثلا، يجي يقول 300,000 كل انسان، اللي عندهم كارنيه صفر، هاو انا عندي كارنيه اصفر، مشيتش ناخذ 300,000، خلي ما عندكش الحق تاخذ كارنيه، علاش ما عنديش الحق ناخذ 300,000؟ عادي افسر علاش ما عنديش الحق ناخذ وانا عندي كارنيه اصفر. تقول لي من بعد 45 سنه، من الاول تقول لي باش نعطيك، بعد تقول لي بعد 45 سنه باش نمدك، هاي تعدي انا كارش دقدق، انا مخسرك انا في مليون تو. وشنو هو ذنب الركاب؟ ها؟ شنو هو ذنب الركاب؟ الركاب ما بعدهم سيكانهم يغطوا بهم. غطي بالساك ودي ما يمشي، وتقول لك ولا عنده الحق مسكين، ما راهو عملوا له ولا عملوا له ولا عملوا له، فهمت مدام وزير؟ هذه كل من الدوله، كان جات من الدوله موفره للعباد حقوقها وعطيتها حقوقها، راه ما صارش الشيء هذا. ونورمالمون زاد الرئيس هذاك السعيد هو اللي يشرف بيده على الفلوس في ساعتها، يمشي لوزاره الماليه، يمشي للبنك، يمشي يتبع ايش عمل له، قداش عطيته، قداش كذا، مش انا اعطينا 300,000 ويمشي يشد كرسي ويقعد على روحه. تو العباد تتذمر، العباد ما عنديش فلوس، عباد كذا، انا واحد من الناس مكسر زوز كيران ثلاث كيران، انا خالص فيها مثلا 300,000. بالنسبة للظاهرة هذه نحن في تونس معناتها ما عندناش نحن الظواهر هذه، معناتها تجي وقت ايش تجي الظواهر هذه؟ الظواهر هذه تجي وقت اللي معناتها جميع الأحزاب تزاحت وبداوا يعملوا في تحركات في الشارع وبدات الظواهر هذه. نحن في تونس ما عندناش معناتها سابقية في 10 سنين ولا 5 سنين عندنا كل مرة يخرجوا شباب هكا يكسروا يعملوا، لا الظاهرة هذه تجي وقت بعد إزاحة حركة النهضة وائتلاف والكرامة أو ما يسمى بذلك. شفنا الشيء هذا معناتها، وهذا مؤسف معناتها، الناس تتلاعب بالشباب بقيمة مالية 20 دينار أو 50 دينار أو ما يعادل هذا، وهذا شيء خطير جدا. معناتها يلزم الدولة تقف وتشوف معناتها شكون كان سبب في الشيء هذا. هذه أختي عملية منظمة، وهذه تقف وراها الأحزاب نتاع تونس كلها، ما نستني حتى واحد، كلهم الاحزاب الكل باش يحبوا البلعاني، باش الشعب والمواطن يدور على الرئاسه، ولكن الدوله الشعب راهو ديما مع الرئاسه مساندهم. هذوما 10 سنين هما ياكلونا في حقنا وياكلونا من لحمنا ياكلوا، اش تحب تقول لك انا؟ مدبر انا راه هذه الشيء اللي قاعد صار لنا هذا في تونس راهو كله جاي من افكار تركيا. فما ساعات الاتراك يحبوا يخلبزوا واحد، يبعثوا صغار حتى للضوء ويضربوا الناس بالحجر بكرهابهم. يعني هذه عميل يقول لك يلزم واحد نبعثوه يخربق الجو، هذا يسموه نوع من تخربيق الجو، كسر الحفلات باش يقول لك شفتوا الشعب يحب يكسر واحنا مخايفين على البلاد. فهمتي وين يحبوا يوصلوا؟ شفت الشعب كيفاش يكسر واحنا قاعدين ننقذوا، وهما ماخذوا فلوس قالوا له برا كسر الحفلات وبرا ازعج الناس وارهب اللي فص الكار، يبدا خايف اللي تضرب بحجره ويرجع على وجهه، وهو يحتمل هذيك حاجتهم هما باش تضرب ويعمل لك رعب، تولي تخاف لا تطلع في كهرباء لا في تاكسي ولا في مترو ولا في حتى شيء. يعني هذاك بكل بفعل فعل. بلي عندي موضوع نحب نذكره على اهالي جربه حمد السوق، يقصوا لهم في الماء يحلوه ساعة وساعتين وبعد قصوا عليه. توا جربة دي كانت تاخو كل عام زوز ملايين سايح، والسايح في الأوتيل يدوش 20-30 مرة وعمره ما قص الماء. توا ولا يقص على أهالي وساعة وساعتين، هذا إيش يسموه؟ نوع من الإرهاب. روح احنا في قاعدين صايرنا غموض، ما عادش تعرف بين الحقيقة والخيال. هذوما ناس قاعدين معناها مندسين في البلاد، قاعدين يخربقوا في الأجواء. تونس عمرها ما كانت عندها المشاكل اللي الظاهرة تو، هاو تكسير، هاو قصان ماء، معناها أو ستيك، أو قصان ضو، يعني قاعدة تصير لنا حاجات غريبة. شنو هو تحليلها لما كل؟ تحليلها ثم أيادي خفية إرهابية يحب يقلقك في حياتك، ولا البركاجات، والعنف، هذوما كل جايين من تحت، ناس مندسة تدفع في الفلوس باش يعملوا كي، وقال شنو هو صغار مينور؟ ما تجمش تحاسبه. هذه حاجة غريبة وغريبة جدا. وشوف يسميوها نتاع البليك، مترو نتاع البليك، الكار نتاع البليك. وهو يكسر في روحه، يكسر في اقتصاده، يكسر ومش حتى صغار ولا هذوما مش عارف ايش يعمل، مش عارف ايش يعمل.
يعني انا نعتبر هذه المسؤولين، خاصه المسؤوليه هي للوالدين. ولو شركه النقل او الامن يركزوا وقت اللي يشدوا واحد رب الحاجه لو كسر بولار يلزم والديه يخلصوا كل بولار هذاك، والبولار مش رخيص، ميزانيه كبيره مليارات تصرف كل عام باش يعمل بولار نتاع مترو. بولار مترو حاجه خاصه جدا، مش بولار نتاع شباك ولا، فهمت؟ يلزموا يعملوا ضغط، يلزم بشويه تولي الناس يعرف وقت اللي باش يكسر بولار والديه مش يخلصوا، تو ممكن تركع الامور. وهذه تربيه من الدار، من المنزل، من الوالدين، من الاخوه. لو كان نربيو صغارنا على طريقه سليمه، ما يعملوش الحاجات هذه، يجيش يكسر، تتكسر في اقتصادك. مترو احنا نتذكر كنا معذبين، شيء غريب، انسان ماشي يجيب من حمدي ولا من فوشانه ولا من بالعروس، مرار، فهمتي؟ النقل لازم بعض، وتبدا تستنى بساعتين باش تركب في اليوم صباح مترو، فهمت؟ الله يعني ما شاء الله، معنا على القليله خفف علينا. هذايا الحل الوحيد، يقف الرئيس في التلفزه ويحكي، قول يا اولادي راي الحاجات هذايا، راي تقولوا انتم مثلا املاك الدوله الظالمه، ماهيش املاك الدوله، راي هذايا تركبوا فيها امك، وتركب فيها ابوك، يركب فيها اخوك، يركب فيها كذا، تركب فيها انت، فهمتني؟ كل شيء، ساعات عندك، ساعات ما عندكش تطلع يسيبك، فهمت كيفاش؟ وكان عندك حق تمشي تشكي تاخذه. اما وقتاش تصير الحكايه هذايا؟ وقت بالرسمي كما صدام حسين مثلا في العراق، صدام حسين يقابل في العباد مباشره، يمشي للعباد الفلاحه، يمشي لهم لديارهم، فهمتني؟ عامل سيكيريتير خاص، فهمتني؟ يدور على العباد. كرهبته وولده كلها تدور على العباد، تدور على المواطنين، شريقة نساء يعطي فيهم فمني في الديار، بيتهم من نفط، بيتهم كذا، ومين هو السيد الرئيس؟ السيد الرئيس اخفى معنا برحمة أمك. الدولة يلزمها تواجه، نجم تعمل وحدات الأمنية الموجودة، معناتها هذيك معناتها الشيء اللي باش تواجه بها، وعندها اللي كاميرا معناتها تشوف معناتها حتى كي يشدوا مثلا متهم في تقصير وسائل النقل. معناتها تشوف شكون وراهم، واكيد معاهم وراهم، خاطر نحن الظاهره هذه ما عندناش قبلنا احنا. انا معناتها في العشر سنين وفي العشرين في الثلاثين سنه، معناتها الشباب يحترم هكا شويه النقل، علاش؟ هو اكثر شيء مخه يحب معناتها يتعدى يركب بلاش داكورد، هذيك موجوده فينا معناتها الشباب قبل. اما بالنسبه باش يهبط في مخه من داره باش يهبط باش يكسر وسائل النقل او باش معناتها يتعنى كيكه، مستحيل، هذه مش موجودة. علاش؟ خاطر بعد إزاحة النهضة وبعض أحزاب الحاكمة، فهمتني ولا، وظهورها في الشارع معناتها تحبش ترجع معناتها للحكم بقوة، ولكن الشيء هذا كله ما يوصلش لحتى نتيجة. أول حاجة ثم أمور جديدة، أمور عصرية، والحمد لله ثم الكاميرا، نعملوا الكاميرا، فهمت؟ الكاميرا وتكون مشبرة في المحطات، ولا زري المحطات نتاع المترو يلزم يكون متسيجه مليح، ويلزم يكون، فهمت؟ الناس موجودين في كار، يعني تقريبا خاصه في وقت الذروه، وفي الليل، في الليل خاصه، في الليل العمليات تصير في الليل هذه، فهمتني؟ نجموا مره اثنين ثلاثه اربعه خمسه، فهمت؟ الله نطبقوا القانون، قانون اخويا، احنا بلاد نتاع قانون، مالناش بلاد كذا، تشوفوا كيفاش ينقص ينقص وممكن يتنحى زاد. حلول هي راديكاليه، لازم حلول بعروقه، لازمنا نحيو الشيء اللي تخلى علينا جديد في 2011، وننظفوا المسؤولين والمديرين والاطارات بتاع الدوله، باش نجموا نغيروا منظومه تغرست في هالخمسه سنين الاخرانيين، ولا التونسي يتعارك مع التونسي. انا حزب فلاني عملوا لنا كوره ولينا، يعني عندنا وباء وعندنا فيروس في البلاد، خطيرة، وزرعوها بالعاني باش يخلوا السيرة على التوانسة تتعارك بعضها، وخذوا في المهار دوات، حب يخليك عايش في عركة مع منك ليه. يلزم البوليسية تراقب الناس الكل، يلزم يعملوا لي كاميرا، واللي يشدوه يكسر يلزموا يتعاقب بالقدية زادة، باش المرة الجاية معاش يعاودوا يعملوها، مش اللي يتشد اوكي يوقفوه جمعة جمعتين وبعد سيبوه. اي واحد يكسر ولا يسرق ولا يعمل اي حاجه يلزمه يشد الحبس، ويطبقوا عليه القانون، ويشهروا به
باش حتى واحد ما عادش يعمل هكاك. ماذا بينا كان نحسنوا من عقليتنا معناها وزل الغرب انت معناها قبل الكيران اللي جاونا نتاع فرنسا محليهم عرفت قدم وصحاح احنا بيدنا معناها ما هذا كله راه تخلف عبد يكسر معناتها بالار نتاع مترو ولا حاجه حرام يعني وكل شيء معناها هذيك معناتها هي صحتي ممتلكات الدوله لكن معناها حتى قدم ربي حرام تحسنوا من عقليتنا وعيب ما فيها باس كان وليوك الغرب نحسنوا من عقليتنا فهمت اذا وراه شكون معناتها الحكايه هذه لازم معناها اكيد لازم الدوله تقف معناها اذا ما تفهم شكون وراه معناها الصغار اللي كسروا ولا حاجه لازم تتصدى الدوله وتعرف شكون هم اللي معناها يشدوا صغار وكله يعاقبهم والله يدي مخلص.